على حسام، حسام كاظم يلعب الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، الله جول للأسد، مصطفى كريم يسجل الهدف الأول للعراق، هدف رائع برأسية لمصطفى كريم، مصطفى كريم وفرحة جماهيرنا القليلة الرائعة بمرمى زياد الصمد. خلصها مصطفى كريم، اشرب مية زيكو وارتاح على هذا الهدف. ومصطفى كريم رائع، لكن شوف 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 حسام لعبه بشكل رائع لكريم، وكريم كان كريم، مصطفى كريم كل كرم بمرمى زياد الصمد بالرأسية الرائعة، هدف ذهبي، هدف قاتل، سميه ما شئت، بالتالي رائع.